تقدم المعطوق جول 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 هدف اول لحسن معطوق عم بيسجلوا باللحظات من ركله جزاء للمنتخب اللبناني إذن منتخبنا عم يتقدم 1-0 على منتخب ماليزيا تقدم مهم وبوقت رائع جدا هون هي الكرة عم نشوف حسن معتوق يا سلام حسن معتوق مع ميودراك رادولوفيتش دليل على العلاقة القوية بين المدرب عم نشوف الإعادة من جديد يا سلام يا سلام يا سلام على المعتوق يا عين يا عين على الكرة بطريقة